بنات تعالوا بجيب الغداء الحين. يلا قولوا بسم الله وكلوا. ماما ماما فطامي ما غسلت يدها. اوه يا فطامي روحي غسلي، ترى انت مو بصغيره اقول لك كل شوي. اوه نسيت يا ماما. ماما اسفه. يلا يا هيا خليني امشط شعرك. يا بنات يلا جهزوا انفسكم جهازكم جايه. اوه انت كملي، بروح اجهز نفسي انا مو فاضي لك. شعرك ماما؟ هذي فطامي. اه منك يا فطامي. الحين بسرعة روحي مشطي شعرك مرة ثانية يا هيا. تعالي هيون. اه يا فطامي شو هالحركات الطفولية؟ ماما هذي دانا. لا تحركين يا هيا. هيا اقول لك لا تتحركين. الحمد لله ماما صدقت انا كنت هي فطامي واصلا هذي انا. أنا قلت لك لا تركضين في الدرج. ماما هذه دانا مو أنا. دانا. ماما أنا كيف دانا؟ أنا فوق قاعدة. يا دانا أنت عورتي أختك؟ ماما أنا كنت قاعدة فوق، كيف عورتها؟ ها؟ دانا وينها؟ دانا فوق قاعدة. نعم يا ماما أنا كنت قاعدة فوق. اه حبيبتي دانا روحي شيكي الاكل في المطبخ وحطيه على الطاولة. اوكي. دانا خبري خواتك ما يمسكون هالبسكوت لانه حق الضيوف. هيا دانا تسمعيني خبريهم لا يمسكونه. دانا. اوكي ماما. دانا هذي مال مين؟ ها؟ هذا حقكم أمي قالت تقدرون تاكلونه لو تريدون، لو ما تريدون عادي خلوا تريدون. أوكي خذوا ما خذوا لو تريدون. كلي. لا أنا كليت وايد. شكرا. ماما يا بنت حقكم ليش تشكروني؟ كلوا بالعافية. أنا ما أريد. أنا بروح فوق أدرس. يلا باي. بخبر أمي. يا ماما هم الحين ياكلون البسكوت، انا قلت لهم لا ياكلون بس هم اكلوا. الحين ما اقدر اتحمل لان الحين عندي دراسه. اكلوا بسكوت الضيوف؟ هي يا ماما انا ما يخصني. اكلوا بسكوت الضيوف؟ لا ما راح اروح ادرس، لازم ما اضيع هذا المشهد الحلو. اضحك وايد. يا سلام وقاعدين ومرتاحين. بسرعة يلا قوموا، أنا قلت لكم لا تاكلون البسكوت، أنا قلت لكم ما تاكلون، ليش تاكلون البسكوت؟ هذا مال الضيوف. ليش تاكلون؟ أنا قلت لكم ما تاكلون، بسرعة قوموا غسلوا إيدكم، بسرعة. يلا قومي تمين بعد الكيس. استغفر الله. هيا تعرفين دانا تخت ماما. هيه انا ما احب دانا. لازم نسوي مغرب في دانا. دوز لازم نخدع دانا. يلا يا دانا روحي الدكان وجيبي لنا جبن وحليب. جبن حليب؟ هيه.
اوكي ماما. لا تأخرين بسرعة الحين بيونا ضيوف. اوكي يا ماما. بسرعة. علي خبز وحليب؟ هاي بسرعة وجبن. وجبن؟ هاي بسرعة يلا. وين النعال مالتي؟ أنا متأكدة إن حطيتها. وين النعال مالي؟ أنا متأكدة إن حطيتها هني. ها؟ وينها؟ ما في. يا دانا شوفي. يلا تأخرت وايد، روحي بسرعة. يا ماما أنا ما حصلت النعال مالتي. وإذا كنت حصلتها شو أسوي؟ ها ماما أنا متأكدة. المشكلة ما في تركيز، لا إله إلا الله. يا ماما أنا متأكدة إن النعالي وقعت هني، أنا بس أتعب وأروح أشرب ماي. ها؟ وين فلوسي؟ أنا متأكدة إني حطيت الفلوس هني. بعد الفلوس ضاعت. يا ماما أنت خذيت الفلوس؟ ماما أنت خذيت الفلوس؟ يا دانا شفتها فوق الطاولة. ها فوق الطاولة؟ يا ماما ما شيء. وإذا كنت شفتها شو بسوي فيك يا دانا؟ أرجع الفلوس يا مريم. أنا هي متأكدة. هي أنا متأكدة. تعالي شوفي يا ماما. هاي يا دانا كيفك ما تركزين؟ يا أصدقائي لا تكن من أصحاب المقالب المؤذية، لأن الأذى يؤلم الأصدقاء ويجعلهم يبتعدون عنكم أو ينتقمون منكم.